بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتكلم عن أحد أنواع البري سايكليك رياكشنز، اللي هو السايكل أديشن رياكشن. نعرف الأول ببساطة ما هو البري سايكليك رياكشنز. البري سايكليك رياكشن دوت عبارة عن تفاعل لا يحتوي انترميديت، مفهوش مركب انترميديت، لكن بيحتوي على active transition state. مش بس active transition state، بيحتوي على cyclic transition state. الميكانيزم بتاعه اسمه concerted mechanism. يعني ايه concerted mechanism؟ يعني كسر، عملية كسر الروابط وتكوين الروابط الجديدة، bond breaking and bond formation، بيتم كله في وقت واحد في مرحلة transition state اللي هي بتبقى very active وسريعة جدا، ثم ينتقل اللي هي سايكليك ترانزيشن ستيت، ثم ينتقل الى تكوين البرودكت بتاعه. يبقى شرط الريسايكليك رياكشن، طبعا هو تفاعل عضوي بيحصل في المركبات اللي بتحتوي على باي سيستمز، وخصوصا كونجكتد باي سيستم. التفاعل بيتم عن طريق كونسيرت ميكانيزم، التفاعل المتزامن اللي هو كسر الروابط وتكوينها في وقت واحد. اهم نوع منهم، او يعني نوع مهم جدا، اللي هو سايكلو اديشن رياكشن. سايكلو اديشن رياكشن، ما هو تعريف السايكلو اديشن رياكشن؟ الديفينيشن بتاع السايكل اديشن، الديفينيشن بتاعه اللي هو ايه؟ رياكشن انفولفز اديشن اوف ايه سيستم. يعني شوفوا كلمة اديشن سيستم كونتين عدد ام باي الكترونز to a system تاني او reactor تاني، يعني يحتوي على عدد n by electrons to form product. خلينا ادق نقول cyclic product. سايكل ده خاصية أو بيحتوي على عدد M زائد N ناقص 4 باي إلكترونز. يعني إيه الكلام ده؟ ده تفاعل بيحتوي على إضافة مركب فيه عدد M من الباي إلكترون. طبعا باي إلكترون إحنا عارفين إن هي إيه، يعني لو غير مشبع دبل أو تريبل، وعدد ومركب مع مركب تاني بيحتوي على عدد n باي الكترونز، بيديني مركب في النهايه عدد الباي الكترونز اللي فيه اللي هي m زائد n ناقص 4 باي الكترونز. طب نشرح مثال بسيط جدا. الايثين مولكيول زائد ايثين تاني، ايثين مولكيول زائد ايثين مولكيول، هيديني طبعا هنا ترانزيشن ستيت بوند بريكنج وبوند فورمينج، مش بتحصل في وقت واحد. ده هنا movement of electrons، ثم يديني المركب النهائي اللي هو cyclo butene. ده هنا transition state، transition state وليس intermediate، اسف لو كنت غلط. طيب الاثنين مولكيول ده بيحتوي على عدد، طبعا دبل بوند واحده يبقى 2 باي الكترونز، وهنا 2 باي الكترونز. يبقى بالتالي السايكل بتوين هيحتوي على 2 من الاثيل الاولاني زائد 2 من الاثيل الثاني ناقص 4 بتساوي 0 باي الكترونز. وهو فعلا زي ما احنا شايفين هنا نو باي دبل. التفاعل بيتم ازاي؟ ان الباي بوند دي
بتيجي هنا، والباي بوند دي بتيجي هنا، وبتتقفل الحلقة سايكليك اهوت، سايكلو بيوتين. طيب نشوف مثال تاني، مثال مشهور اللي هو الديل ذا الدر رياكشن، اللي هو بين واحد وثلاثة بيوتا ضايين زائد إيثيلين مولكيول هيديني أكتيف ترانزيشن ستيت اللي هي باي إلكترون زائد عمالة تتحرك الموفمنت بتاعتها، ثم بسرعة جدا تنتقل إلى تفاعل الواحد ديني سايكلو بيوتين. ايه اللي حصل؟ الدبل بوند بتاعت الايثين جت هنا، الدبل بوند طبعا هتتحرك لان كل الباي بوند بتتحرك، والدبل والدبل بوند دي هتيجي هنا وتقفل الحلقة اهي، يعني هنا دي طلعت الباي بوند، طلعت ادتني سيجما بوند هنا، والباي بوند دي كانت هنا، الباي بوند دي. يبقى انا كان عندي طبعا هنا في البيوتادين، هنا في أربعة باي إلكترونز، كل دبل بوند فيها اتنين، الإيثيلين هنا في اتنين باي إلكترونز، يبقى بالتالي هتوقع إن هو هيديني إيه، أربعة زائد اتنين ناقص أربعة بتساوي اتنين باي إلكترونز، اللي هي فعلا دبل بوند اهيت. يبقى أنا اللي اتكون عندي إيه، واحدة سيجما بوند سيجما واحد، وعندي هنا سيجما اتنين، يبقى اتكون عندي اتنين سيجما بوند مقابل اتنين باي بوند، اتنين دبل بوند اتحولوا لاتنين سيجما بوند. التفاعل دوت ليه شروط عشان يحصل، كونديشنز معينة وضحها علماء اسمهم وودورد هوفمان سيليكشن رول. بتقول ال بتقول ببساطة ان انا بجيب المركب اللي عندي، بجيب الرياكتنس اللي عندي، وبشوف عدد الباي الكترونز اللي داخله في التفاعل كله، اللي هي مجموع الباي الكترونز داخله من المتفاعلات. لو هي العدد 4n اللي هو مثال عليه مثلا، اللي هو ايثيلين زائد ايثيلين، هو عدد مثلا 4n زائد 2 اللي هو مثلا بيوتادين، بيوتادين زائد ايثيلين، ده في التفاعل في يعني اتنين ظروف للتفاعل، ثيرمالي او فوتو كيميكالي. بيقول لك لو عدد الالكترونات في التفاعل كله 4n، يعني 2 باي الكترون زي ده هنا و2 باي الكترون هنا، ده ما يتمش ثيرمالي، لو انا حطيت له حراره مش هيتم، يبقى ديس allowed، ولكن بيمشي فوتوكيميكال. يعني انا لو حطيت هنا اتش نيو التفاعل هيمشي. على فكره التفاعل ممكن يحصل كده ويحصل كده بالاتش نيو برضو، يعني هنا اتش نيو كده ممكن اتش نيو هنا برضو ده، وهنا بيبقى يمشي، يبقى allowed فوتوكيميكال. طيب لو كان عدد ال الباي الكترونز اللي داخله 4n، يبقى 4n زائد 2 يبقى ده ثيرمالي الاوت، يعني يمشي بالحراره زي كده الاوت، وفوتو كمان بالتالي طبيعي جدا يبقى ايه، ديس الاوت. دي اسمها وودورد هوفمان سيليكشن. يبقى انا لما اشوف رياكتنس عندي ببساطه اروح للوودورد هوفمان دي واشوف التفاعل دوت هيحصل فوتوكيميكالي ولا هيحصل ثيرمي. انا عايز اوضح حاجه بس مهمه، 4 ان دي معناها ايه؟
معناها ان هنا عدد زوجي من دبل بوتس هتبقى موجودة في التفاعل. طب 4N زائد 2، ما 2 دي يعني هي ايه، دبل بوند واحدة، و4 ان يعني عدد زوجي، اذا دي هتبقى ايه، اود نمبر، عدد فردي من دبل بوتس. دي هتساعدنا كتير في ان احنا نقدر نحفظ بسهولة القاعدة، يعني دي even number of double bonds ودي odd number of double bonds. يعني هي لو even number of double bonds، مش electrons على فكرة، double bonds هيبقى disallowed و H nu allowed. odd number of double bond اللي هي 4 n زي 2 يبقى thermally allowed و photochemical. طب احنا عايزين نعمل explanation، جت منين الكلام ده؟ يعني ايه تفسير، يعني ايه نعمل اناليسز، اناليسز للقاعده ديت، انا عايز اعرف القاعده ديت جت ازاي. طيب هو احنا هناخد فكره عن الطرق اللي هي فسرت القاعده ديت اللي هي اناليسز اوف مش عارف لو الفيديو ما كانش جايب الصوره كويس ديت اللي فاتت اللي اهي دي هنا 4 ان زائد 2 وعدد فردي من الدبل بونز و ايفن نمبر اللي هو 4 ان من الدبل بونز، يعني هي دي اللي بتاع، ودي مثال عليها اهو، عدد فردي من الدبل هو 3 دبل بوند اهو، 1 2 3 وديت دبل بونز اللي هي 4 ان ديت القاعده. لو كان الفيديو مش، يعني انا اول مره اصور فيديو على اليوتيوب فمعلش اعذروني سامحوني. عايزين بقى معلش نرجع تاني، عايزين نعمل اكسبلينيشن او تفسير للي هي للسيليكشن رول اللي هي بتاعت اللي هي ايه وودورد هوفمان، في تفسير في تفسيرات بيزد اون طريقتين مهمين جدا. اول واحده اسمها فرونتير موليكولر اوربيتال ميثود. طب اول يعني طبعا دي عن طريق عالم اسمه فوكوي وده اخد جائزة نوبل. طريقة بسيطة جدا. ما هو الاول حاجة الفولنتير موليكولار اوربيتال؟ الفولنتير موليكولار اوربيتال اللي هي ببساطة في من انواع الموليكولار اوربيتال في حاجة اسمها هومو ولومو. هومو دول اللي هو هايست occupied molecular orbital. طب اللومو least unoccupied molecular orbital. highest occupied molecular الهومو، الهومو ده اللي هو مدار اخر مدار جزيئي بيحتوي الكترونات. يبقى لما اشوف الكترون او اتنين الكترونز في المدارات اخر واحد فيهم يبقى ده الهومو. اللومو اول واحد يفضى، اول دور في العماره فاضي بفوق السكان اللي هو اللومو. طيب هنشرحهم بالتفصيل بس دي اول طريقه اللي هي فولنتير موليكولار اوربيتال. تاني طريقه اسمها كونسرفيشن اوف موليكولار orbital symmetry، ده عن طريق، هي بسيطة طبعا مفيش حاجة، بس عن طريق حاجة اسمها correlation diagram. الطريقة دي بتعتمد ان انا بشوف السيمتري بتاعت المولكيولار اوربيتال بتاعتي، بشوفها السيمترية بتاعتها بتاعت الرياكتنس والبرودكت. يعني انا لازم ان السيمتري بتاعت الرياكتنس لازم تكون متوافقه مع السيمتري اوف برودكت زي ما احنا هنشوف. بس في حاجه مهمه جدا لازم نعرفها قبل ما نتنقل على تفسير الحاجتين دول، ان احنا لازم نبقى عارفين كويس قوي ان احنا نعرف نقسم المولكيولار اوربيتالز بتاعت كل رياكتنت. يعني مثلا لازم نبقى عارفين المولكيولار
مولكولار اوربيتالز. ديجرام لازم نبقى عارفينه كويس جدا. نقول بعض منهم ببساطة، يعني مثلا الإيثين، الإيثين اللي هو كده، ده بيحتوي على 2 مولكولار اوربيتالز، بيبقى بوزيتيف 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 نيجاتيف، هو بيحتوي دول بس، ده بيحتوي الاثنين بس طبعا، مفيش غيره، يعني مفيش غير ده، فده هيبقى هو الهومو، وهنا هيبقى فيه هنا ده الهومو بتاع الإيثين. طبعا ده اول واحد فاضي يبقى هو الهومو، لازم نبقى حافظينه كويس جدا لان مفيش وقت ان احنا نقدر نسجل، فلازم نبقى عارفين الهومو والهومو. طيب مثلا، طيب خلينا في الايفن نمبر دلوقتي، يعني الاود نمبر هنشرحها بعدين، بس خلينا مثلا في البيوتاديين. البيوتاديين هيحتوي على ايه؟ 4، 1 2 3 4، اشوف في 4 كاربونز. اول واحد تحت بيبقى كل اللوبس بوزيتيف ساين بتاعتها في اتجاه واحد، يعني بوزيتيف 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 بوزيتيف. تاني لوب نصه بوزيتيف ونصه نيجاتيف، يعني ايه؟ يعني بوزيتيف بوزيتيف، هيبقى هنا في تحويل الإشارة، يبقى في وان نود هنا بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف، تمام كده؟ طبعا هنا اللي بيوتاداين ده واحد اللي هو 3 بيوتا ضايين، بيحتوي ايه؟ بيحتوي هنا 2 دبل بوند، يعني 4 الكترونز بتوزعوا كده. ده كل ده في الجراوند ستيت، يعني كل اللي تحت، كل اللي تحت ده جراوند ستيت، تبقوا عارفين كويس جدا المعلومه دي. طيب نشوف اللوم. اللوم بقى بيبقى فيه 2 نودز، طب بيتعملوا ازاي؟ اول واحده هتبقى، بص دايما بنثبت احنا اول واحده موجب. هنا بقى مش هيبقى فيه 2 ورا بعض موجب، لا هيبقى فيه هنا سالب، وهنحط كمان واحدة سالب عشان ما ينفعش نحط، يعني هي نود هنا، عشان احنا عايزين 2 نود، نود بعد كده هنرجع تاني نود اهيت دي نود، يبقى هنا بوزيتيف دي، ده هومو وده لون. طيب نشوف بقى اخر اللي هو الجزء الاخير اللي هو المولكيولار اوربيتال الاخير، وممكن اسميه ده على فكره بساي 1 بساي 2 بساي 3 بساي 4 مثلا، يعني دي مثلا باي 1 باي 2 اي حاجه، يعني بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، طالع نازل طالع نازل طالع نازل. بصوا انا صح، يعني اهم حاجه ان احنا نبقى عارفين نسب اللي هي المولكيولار اوربيتالز بتاعت اللي هي بتاعت اللي هي الرياكتنس اللي هي زي مثلا ايثين بيوتاداين هيكساباين. انصحكم ان انتوا تراجعوها كويس جدا، واحنا ممكن نشرحها ازاي نرسمها ببساطه اثناء الشرح. انا يعني دايما انا ممكن اختصر ده كله مثلا ان انا اقول مثلا البيوتاداين ده اسميها مثلا، يعني اكني هبص عليها من فوق كده هسميها مثلا بوزيتيف 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 4 بوزيتيف هم فوق، بعد كده بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف، بعد كده مثلا هنا بوزيتيف، بعد كده 2 نيجاتيف، بعد كده بوزيتيف، بعد كده هنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. دي انا يعني بتبقى هتساعدني كتير قوي في الشغل، وهتوفر معايا وقت ان انا اعرف شكل اللوبس اللي بتبقى فوق بوزيتيف 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 نيجاتيف، ده الهومو. وعلى فكره اهم حاجه في الهومو واللومو ان انا ابقى عارفهم كويس جدا. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن طريقه اللي هي الفرونتير مولكيولار اوربيتال اللي هي باي فيكوي، وان شاء الله اشوفكم على خير الفيديو الجاي. شكرا.